تعالي نبص على الفيديو ده. انا مش عارفه اتفت فاجئتي. استلم وراكي خلي بالك. اه استاذنا طيب يا ريس ماشي عشان ما يبقاش في مشكله. باشا ممكن باشا. لا طبعا اكيد لا مش متفقين عشان بس انا سجلت ايدي ما اقدرش اسجل كله في نفس الوقت يعني. ده كان بس فوتوغرافيا للجائزه بس اللي يعني. انت شايفه معلش ولا يهمك والله ما تزعلش خلاص. لا لا والله تمام معلش معلش عشان يعني ما بحبش الحاجات كده. المره الجايه نظبط حاجه في الترندنج كويس هناخد صوره بس خلاص. محمد اهو معايا معايا يلا اهو يلا. قالوا ان الدره بتتجاهل الصحفيين و بتتجاهل ازاي ده انا يعني دي صعبت عليا من كتر ما هي بتعتذر. شايفه ان الصحفيين اللي بيكونوا موجودين في المهرجانات ممكن يتعبوا الممثلين او بيضغطوا عليهم؟ لا هو ساعات في حاجات بتبقى مش مترتبه. ما هو انت زي اي بني ادم ليكي ترتيباتك طبعا. عايزه دلوقتي تعملي انترفيو مش عايزه تعملي انترفيو ليكي برضو عملتي قدر مثلا معين من الانترفيوز عندك ترتيبك في 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 في, في شغلك يعني اللي انت شايفاه صح طبعا. لانه برضو الفنان ما ينفعش يرطرط او يعني بمعنى انه ما ينفعش يبقى طول الوقت موجود في كل حته وبيعمل انترفيوز طول الوقت هينزل من الناس هتزهق منه. فانا بقول ايه طبعا انا بحترم كل الصحفيين انت شايفه يعني لا ما عنديش مشكله مع الصحفيين الحقيقه يعني وحبايبي وبعتذر بكل لباقه يعني الحقيقه. بس انا طبيعي ان انا ممكن اروح مهرجان وما اعملش حوارات صحفيه. انت رايحه تحضري مهرجان مش لازم تعملي مع كل الناس ممكن تعملي واحد او اثنين لان هي نفس الاسئله بتتكرر وهم ما شاء الله بيبقوا كتار الصحفيين او لما بيكون عندك عمل ان انت لو عملتي مع ده بيزعلوا ما تقدريش تعملي مع كله شيء طبيعي ومش صح انك تعملي مع كله. انت ممكن ترضيهم هم بس تبقي هتيجي على مش صح على نفسك ولجمهورك كمان. انا مش صح لازم برضو تعززي ان جمهورك توحشيه. انت لو بتعملي يوميا لو كل مثلا الصحفيين يطلبوا حوار انت كل يوم نازله في حوار وكل يوم افتح الاقيكي في انترفيو كل يوم طبعا. مش هستنى ان طبعا. انا اشوفك مثلا في الحلقه مع سمر هتقولي ايه لانك طول الوقت قدامي بتقولي وبتتكلمي وطول الوقت طالعه. انا مش عايزه اطلع طول الوقت. انا عايزه الناس اللي بتحبني توحشي الناس اوحشها يعني تبقى عايزه تشوفني في حته وما تشوفنيش في حته تانية كده يعني. انا بحس ان ده احسن افضل واقيم يعني للفنان. دي وجهه نظر. في فنان تاني ممكن ما بيطلعش خالص في برامج طول عمره ده قراره وحقه ودي طريقته. في فنان تاني عايز يعمل مع كل الناس طول الوقت ويبقى طول الوقت موجود ده برضه حقه. كل واحد لازم يبقى فيه احترام لشخصية وطبيعة كل حد وكل حد وكل واحد بيكون راسم لنفسه وبعدين طريق الحاجات معين دي ومختار لنفسه طبعاً حاجات معينة وبيبقى ليها معاد وبيبقى ليها طبيعي. ما ينفعش تدخلي فجأة يلا كذا كذا بسأل أسئلة يعني لا ما ممكن الواحد يبقى مش مستعد نفسيا يبقى يعني مش في الوقت اللي هو حابب فيه يعمل ده عادي طبيعي يعني. ولكن لا ما الحقيقه انا يعني بحاول والله ارضي على قد ما بقدر بس اكيد بيحبوك يا دكتور تقدريش ترضي كل الناس اكيد يعني أكيد. يا رب يكونوا بيحبوني والله يعني انا يعني بصي يمكن اتكلمنا على السوشيال ميديا بالشكل السلبي بس انا عايزه اقول ان في حاجه ايجابيه جدا يعني انا عندي ناس بتحبني جدا وواقفين جنبي وفي ظهري وفي اوقات انا بحس مثلا باحباط او هم بيبقوا سند ليا والله يعني وبيردوا بالنيابه عنك وبيردوا بالنيابه وبيدخلوا في خناقات طبعا مع ناس وهم عشان ما بيحبوش ان حد يقول كلمه مش حلوه عني او كده. أكيد. دول ناس طبعا انا يعني بحس ان دي حاجه زي هديه من ربنا ومعظمهم على فكره سنهم صغير كده وبيحبوا يعني يعني بيحبوني بحس ان هم يمكن اكتر من انا مهتمين بيا اكتر من نفسي. فطبعا كل التقدير والحب ليهم بجد ربنا يخليهم ليا يعني. لكن غير كده نفسي الناس تصفي نفوسها نفسي ما يبقاش فيه اللي هو الأذى النفسي اللي ملوش اي سبب يعني.